مالك؟ شكلك مش عاجبني النهارده، باين عليك ان انتش كويس امبارح. ده السؤال اللي عمرك ما هتسمع عليه اجابه سلبيه ولا مختلفه، هي اجابه واحده، مفيش. قول يا ماما قلقتيني في ايه؟ والله مفيش، بس وبس. دي يا ريس بيجي بعدها كل اصناف المشاكل في الدنيا، من اول مامتها اللي مزهقاها وبتزن عليها تتجوز ابن خالتها الرخم، يا اما باباها اللي مطلع عينها ما تبصيش من الشباك ما تنزليش بالليل، يا اما اخوها اللي سفخها قلم وهي نازله عشان هدومها محزقه وقصيره، ومن ده كتير. مشاكل في الشغل ومشاكل في البيت ومشاكل في الشارع، الخ الخ الخ. مالك في ايه؟ مفتاح نكد يفتح عليك ابواب النكد، تستخدمه ليه؟ انت عارف بالتأكيد انها اول ما هتسمع السؤال لازم تفكر فيه، ولازم تلاقي له اجابة مناسبة. الاجابة المناسبة لازم تكون مليانة مشاكل انت مالكش فيها خالص. يبقى ليه؟ مالك فيه ايه مش مفتاح النكد الوحيد عند الجنس اللطيف، في مفاتيح تانية كتير. مثلا لو سيادتك راجع من بره مبسوط وكنت قاعد مع اصحابك وسهران ومهيص وسمع لك كم نكتة على كم افيه جامدين، بتقابل مراتك طبعا لازم تفرغ اليوم، حضرتك زي الجردل بتحكي وتحكي وتحكي وهي بتضحك وبتستمتع بكل اللي بتقوله، بس اللي مش واخد بالك منه انك بتكلم شخص كان قاعد في البيت طول النهار وطلعان عيني في شغل البيت والعيال، وعمره ما كان عنده اصحاب دمهم خفيف زي اصحابك، وعمرها ما خرجت خروجه من النوع اللي بيستمر لغايه نص الليل زي حضرتك. وانت كده ما تبقاش بتفتح باب نكد، انت كده تبقى بتفتح باب جهنم، علشان لما وصلت الضحك تخلص هتسمع وصلة تنبيط وتلقيح تطفحك اليوم كله، وتحس انك تستاهل ضرب البرطوشة لانك حكيت حاجة من تفاصيل يومك اللذيذ. ومن كده كتير يا معلم، الكلام كله محاصر، الكلام كله ملغم، واسلم حيلة انك تخرس خالص. اخرس خالص، عض لسانك اللي ممكن يوديك في داهية. ده بص، الستات عموما مش بتوع نكد للبيع، يعني هم مش غاويين نكد وبيطلعوا عليك كده لله في لله، الستات طيبين وزيهم زيك، لا بيحبوا النكد ولا بيحبوا الاكتئاب، بس المشكلة انهم مضغوطين. الستات فئة من البشر متعبية في قوالب من القهر، قهر في كل حتة وفي كل مرحلة من حياتهم. مرحلة الطفولة عند الست في مصر بتبقى عبارة عن مركز تدريب للقهر، من اول اللعب لللبس للخروج للبص من الشباك الى اخره. وبعدين البنت بتكبر والقهر كمان بيكبر وبيتحول لمؤسسات، مؤسسات قهر في البيت وفي المدرسة والشارع والمواصلات العامة والجامعة وبيتها بتاعها لو اتجوزت أصلا. يعني حضرتك مستلم وحدة من وحدات إعادة تصنيع القهر، مش إنسان عادي، مش إنسان عادي عشان ترجع حضرتك مبسوط وتحكي أسرار انبساطك وتعيد النكت اللي مخليك راجع وش الصبح مزقطك. مستلم واحدة أكيد لو سألتها مالك هتلاقي 100 سبب وسبب تبقى متضايقة عشان. يبقى زي ما نبهتك، تخرس خالص، ما تفتحش بقك إلا إذا حد وجه لك سؤال. وكمان لو حد وجه لك سؤال خلي بالك وأنت بترد عليه، أي كلمة هتقولها ممكن تفتح عليك باب من أبواب النكد اللي أنت مش قده. ممكن سؤال بريء زي اتبسطت النهاردة يا حبيبي يكون مقدمة لأن سيادتك تتدلق زي الجردل وتخر نفس الكلام اللي هيوديك في ده. بلاش، السيطرة على النفس أساس من أساسيات الرجولة اللي بجد. خليك راجل وسيطر على نفسك، ولو كل واحد مننا اتعلم يلم لسانه ممكن النكد ينقرض من الدنيا زي الديناصورات. وممكن يجي يوم كل واحد مننا يبقى ماشي في الشارع بيشخشخ بسلسلة مفاتيح النكد بتاعته اللي شايلها في ايده على طول، وعمره ما بيستخدم مفتاح منه.